السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. في البداية كل الشكر والتقدير للنادي الثقافي على إقامته هذه الأمسية التاريخية. وكما عودنا النادي الثقافي دائما بتنوع فعالياته الثقافية بما فيها التاريخية. والشكر أيضا موصول للحضور الكريم، وهذا يدل على تعلق العمانيين بكل ما يمت إلى تاريخهم أو يمت إلى تاريخهم بصلة، خاصة لمعرفة ما كتبه عنهم الآخر وتحديدا الوثائق الأجنبية. وأيضا الشكر موصول للدكتور ناهر عبد الكريم علينا هذا الحادي الدعوة. طبعا بالنسبة لي، طبعا أنا لن أدخل في مقدمة طويلة، إنما فقط سوف أترك المجال للدكتورة للحديث. ولكن طبعا الوثائق الأجنبية عموما والتقارير والمراسلات، سواء الوثائق الإيطالية هي موضوع هذه الحلقة أو الوثائق الأجنبية عموماً بما فيها البريطانية والفرنسية، دائماً ارتبطت أو ظهرت تحديداً في الفترة التي عرفت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات أو النصف الأول من القرن العشرين، وهي ما تسمى في بعض الدراسات بالحقبة الاستعمارية أو النفوذ الأجنبي في المنطقة. طبعاً هذه الوثائق دائماً تثير الإشكاليات، وهي إشكالية منهجية وليست معرفية. ماذا تقدم هذه الوثائق؟ هل هي تقدم تاريخ الوثائق، هل تاريخ المصالح الأجنبية في عمان وفي أي منطقة أخرى؟ أم تقدم الصور والتصورات التي تحملها عن المجتمع وعن الأحوال السياسية؟ وهذا طبعا إن شاء الله ربما سوف تجاوب عن الدكتورة ناهد. الدكتورة ناهد عبد الكريم هي أستاذ مشارك في جامعة السلطان قابوس بكلية الآداب قسم التاريخ. لديها العديد من الدراسات حول تاريخ عمان تحديدا، كتبت في تاريخ العلاقات الأجنبية أو تاريخ عمان مع العلاقات مع الدول الأجنبية، كتبت في تاريخ النخب العمانية، كتبت في تاريخ المواقف العمانيين وخاصة في شرق أفريقيا من القضية الفلسطينية، ولديها العديد من الدراسات. سوف أذكر منها بعض الدراسات، منها سليمان باشا الباروني في الخليج ومحاولاته العودة إلى ليبيا سنة 1932. طبعا سليمان باشا الباروني كان لديه علاقات وثيقة في عمان سعيد التيمور والإمام محمد بن عبد الخليل. أيضا من ضمن الدراسات العلاقات العمانية البريطانية، وأهم مراحلها أيضا نشرت في الموسوعة العمانية، علاقات عمان بمحمد علي باشي أيضا دراسة الموسوعة العمانية. أيضا لديها بعض الدراسات حول تاريخ اليمن، محمود نديم الوالي السوري العثماني في اليمن، أعماله من 1906 إلى عام 1934. أسطورة البن العماني وتجارته من 1744 إلى 1832، دراسة نشرت في مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب كلية الآداب. حقيقة العزلة في اليمن من 1913 إلى 1948 في مجلة شؤون اجتماعية. موقف العرب العمانيين في زنجبار من القضية الفلسطينية في الفترة ما بين 1936 إلى 1939 في الصحافة العربية العمانية في زنجبار، صحيفة الفلق نموذجا. أيضا لديها دراسة حول فرصة مسقط أو ميناء مسقط. أولويات السياسة الخارجية أيضا دراسة أخرى، أولويات السياسة الخارجية القطرية من عام 1868 إلى عام 1935. ولديها دراسة حول تاريخ الدولة الحديثة في عمان وهي تأسيس الدولة
الحديثة في سلطنة عمان من عام 1970 عام 1975، وطبعا العديد من الدراسات تكتفي بهذا القدر. والآن المايك دكتور عثمان، تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي بداية أن أعتذر أحيانا لصوتي لأني كنت مصابة بشيء من الزكام، ولكن إن شاء الله أتمكن من هذه المحاضرة. أولا أشكر القائمين على النادي الثقافي وعلى الجهود التي يبذلونها في نشر الوعي في الحقيقة، وأشكر مقدمي ناصر الذي هو إن شاء الله قريبا سيصبح زميلا لمحاضرة الدكتوراه، كما أنني أشكر جميع من اتصل بي في الحقيقة من المهتمين بالتاريخ العماني وهم كثر، وكان هذا مدعاة لسعادتي لأني وجدت صدى حقيقي واهتمام وانتماء وطني حقيقي للاطلاع على تاريخ عمان حيثما وجد. هذا في الحقيقة إنجاز للعمانيين يحسب لهم، هذا الاندفاع، هذا الشغف، هذا الحب للوطن. لبداية موضوعنا لابد من الإشارة مع البداية إلى العنوان الذي هو عمان في وثائق الأرشيف الإيطالي الدبلوماسي. سنأخذ بعض من النماذج من هذه الوثائق، لكن كعادة البحث العلمي ونحن للأسف مدمنون عليه، لابد من الإشارة إلى الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع. لفت نظري ما تقوم به هيئة الوثائق من تجميع للوثائق العمانية حيثما وجدت، وهذا في الحقيقة تم إنجاز قسم كبير منه. ولاحظت أن الوثائق الإيطالية لم تذكر، وكنت بطبيعة إقامتي في إيطاليا ومعرفتي باللغة الإيطالية تساءلت يا ترى ألم يكن لعمان يعني نصيب في الوثائق الإيطالية. وجدت أنه لابد من وجود وثائق، والسبب أنه السلطان فيصل كان قد أصدر قراراً في وقت ما سنأتي على ذكره بعد قليل ليسمح فيه للسفن يسمح فيه للإيطاليين بتفتيش السفن العمانية. إذا لابد أن هناك تدخلاً من قبل إيطاليا في هذه الشؤون، لابد أن هناك إثارة أو اهتمام عند الإيطاليين للدخول في هذا الموضوع. وهذا ما دفعني للبحث والتقصي. الأمر الثاني، الفرصة التي أتاحتها جامعة السلطان قابوس مشكورة في تقديم بحوث ممولة من قبلها، فتقدمت في الحقيقة لهذا البحث على أساس أن أذهب إلى إيطاليا وعلى أساس أن يكون العمل حقيقة مجزأ، يعني المرحلة الأولى، لأنه كان هناك تشكيكا في أنه لا يوجد وثائق، لا توجد علاقات مع إيطاليا، لا مجلات إلى آخره، فأريد أن أتأكد من هذه النقطة. كان في المرحلة الأولى هي التأكد على أساس أن تعقبها مرحلة ثانية تكون عملية تجميع، المرحلة الثالثة تكون عملية ترجمة على الأقل للعناوين بعد أن أخذ هذه الوثائق إلى عمان، وبالتالي أن أضعها في أيدي الباحثين. أنجز الجزء الأول من هذا العمل، وتمت المراسلة مع وزارة الخارجية الإيطالية من قبل الجامعة، وذهبت إلى هناك. وبالذات على وجه التحديد كان بهمني مبدئيا أن أبدأ بوزارة الخارجية الإيطالية، وهذا ما حدث، حيث عملت في الأرشيف الدبلوماسي الإيطالي، وتمكنت بدأت تتكشف لي الأمور، حيث وجدت العديد من الوثائق، ليس الوثيقة واحدة، وبعد قليل نستعرض في الحقيقة الأماكن والمصطلحات التي وضعت. هذه الوثائق اللي حصلت عليها أقول هي جزء ولا أقول هي كل، يمكن طبعا تمكنت بعد إحضار جزء منها إلى عمان أن أنجز حوالي 5 بحوث، وأنا بصدد بإذن الله نشر كتاب
تصبح جاهزا معتمدا كليا على الوثائق الإيطالية. وهو يتناول الحياة في عمان من أصغر شيء إلى أكبر شيء فيها، يعني من تاريخها جغرافيتها إلى تاريخها إلى الحياة الاقتصادية فيها إلى الحياة الاجتماعية فيها بالتفصيل الممل، حتى نؤكد عن أهمية هذا الموضوع. أعتقد أنه طرحت الرؤية من خلال الحديث بأنه أهميته تكون في أنه يعتبر إضافة حقيقية بالنسبة إلى الوثائق في تاريخ عمان، نظرة جديدة من دولة أوروبية كيف كانت تراقب الأحداث، ما الذي كتبته عن عمان، لماذا اهتمت بعمان، كيف دخلت عمان، متى. كل هذه التساؤلات ستجد لها نصيبا في العرض إن شاء الله خلال استعراضنا لهذه الجلسة. أولا يجب الإشارة إلى أن إيطاليا عمليا قبل عام 1870 لم تكن موحدة، وكانت عبارة عن مجموعة من الممالك، ولذلك أرشيفها كان متفرق بين هذه الممالك، وهذا ما نلمسه عندما نستعرض الوثائق وكيف تجمعت في إيطاليا. ثم جاءت الوحدة عام 1870 وتم تجميع أو انتقال العاصمة إلى روما، ثبت وجودها هنا. ثم بعد ذلك بدأت عملية تجميع هذه الوثائق. تنقلت وزارة الخارجية الإيطالية من عدة أماكن إلى أن استقرت في مبنى يقال له الفارنزينا، وهذه صورة هذه تعرفون عنها الوحدة الإيطالية عندما قامت. وطبعا بمجرد قيام إيطاليا كدولة موحدة كان المبدأ العام عن مختلف الدول الأوروبية أن الدول تقاس قوتها بمدى حصول على مستعمرات، فإذا حتى تثبت نفسها كان لابد من الحصول على مستعمرات. فبدأت تتطلع هنا وهناك وتراقب الأحداث. كان أول توجهها في الحقيقة إلى شرق أفريقيا، ولذلك اهتمت بهذه الجزئية في وقت كان الصراع والتنافس على أشياء. ألمانيا دخلت كمنافسة بما أنه بنفس الوقت توحدت ألمانيا في عام 1870. بريطانيا التي كانت تحاول ألا تسمح لأحد بأن يمد نفوذه، وفرنسا وإن كان تعليق يعني شيء طريف أشبه لطلابي أحيانا اللي يشبه العلاقة بينها وبين بريطانيا بتوم جيري أبطال مسلسل الكرتوني، لأنه يراقبون بعضهم البعض وحيثما ذهبت واحدة تذهب الأخرى وهكذا يراقبون بعضهم البعض. المهم سرعان ما تحولت إيطاليا إلى دولة فاعلة ودولة استعمارية، وهذا هنا مقر الفارتزينا، مقر وزارة الخارجية الإيطالية الحالي حيث تجمعت الوثائق. السؤال يا ترى متى بدأ الاهتمام الإيطالي بعمان؟ هل فقط بعد الوحدة الإيطالية وبعد وصولها إلى شرق أفريقيا وسيطرتها على شرق أفريقيا؟ تقول أو تشهد لنا الوثائق بأنه الاهتمام كان قديما، كان قديما. يعني الغريب بالأمر حتى قبل أن أخوض في الحديث عن وثائق الأرشيف في وزارة الخارجية الإيطالية الأرشيف الدبلوماسي، أشير إلى أني بعد أن أنجزت العمل في أرشيف وزارة الخارجية اتجهت إلى فينيسيا اللي هي البندقية، وذهبت إلى أرشيفها لأرى ماذا لديهم. واجهتني صعوبة حقيقية لأنه معظم ما لديهم يعود تقريبا إلى القرن السادس عشر، الخامس عشر وما دون. حاولت أن أطلع على بعض الوثائق لأنه وجدت ما يشير إشارة إلى المن بشكل خاص القادم من عمان. حاولت أن أقرأ الوثيقة، كان متعذر علي جدا، المصطلحات واللغة اختلفت تماما، حتى أنه المشرف على المكتبة حاول أن يأتي لمساعدتي حتى هو قال أنا يتعذر علي ولكن من الممكن العمل بذلك. اللي استطعنا أنه نترجم كان جزء بسيط، كان يتحدث رسالة من القنصل الإيطالي في حلب، مدينة حلب، لأنه بالأساس ابن العماني كان يصل إلى حلب ومن حلب يتم تصديره إلى أوروبا، فيتحدث عن وصول شحنة
من في ذلك الوقت. ما أردت قوله إذن الاهتمام قديم. ثم نرى في عام 1614 قام الرحالة الإيطالي بيترو ديلا فالي برحلة طويلة زار خلالها مناطق كثيرة، كان منها مسقط التي وصلها عام 1625، وقد وضع كتاباً عن رحلته تلك أشار فيه إلى بذل البرتغاليين في بناء سور شرقي لمسقط، وتحدث عن قلعة بجانب المرفأ، والأرجح هي قلعة الميراني. لكن الاهتمام الأكبر كما أشرت قبل قليل لإيطاليا بعمان بدا واضحاً ومنافساً بشكل كبير بعد أن قامت الوحدة الإيطالية وتوسعت في بناء المستعمرات وخاصة في إفريقيا، فقد كانت الهيمنة على ساحل شرق إفريقيا والتجارتي الرقيق والسلاح من أبرز القضايا المتصارعة عليها في منطقة المحيط الهندي والخليج العربي. وشرق إفريقيا ولم تكن إيطاليا بعيدة عن تلك القضايا، لذلك كان اهتمامها بما يحدث في عمان جزء من اهتمامها بهذه المنطقة، لكنه لم يكن بالإمكان تحويله إلى علاقات سياسية وإنشاء بعثة دبلوماسية المقصود في عمان فيها بسبب الحظر البريطاني. بريطانيا حظرت بشكل كامل، وبعد قليل يمكنني أن أقرأ لكم المحادثات التي جرت عندما حاولت إيطاليا أن تنشئ لنفسها قنصلية أو وكيل سياسي في عمان، والموقف البريطاني المتشدد الذي وصل حتى للمشاجرة تقريبا في مؤتمر بروكسل في عام 1890، ولولا لجوء بريطانيا إلى رئيس البعثة الإيطالية في وقتها للمؤتمر لا كانت إيطاليا مصرة، ومع ذلك لم تسكت إيطاليا وظلت تحاول إلى أن سينتهي بهم الأمر إلى أن بريطانيا ستخضع على أساس أن يكون هناك عميل سري وليس وكيلا سياسيا، وهذا العميل سيلعب دورا مهما جدا. الحقيقة أني قمت بنشر بحث عنه ويدعى أمبرتو عمر، سنعرف نعرج بعد قليل عليه ونتعرف إلى بعض الوثائق التي حصلت عليها من الرسائل التي كان يرسلها. إذن لذلك كان اهتمامها بما يحدث في عمان جزء من اهتمامها بهذه المنطقة، لكنه لم يكن بالإمكان تحويله إلى علاقات سياسية وإنشاء بعثات دبلوماسية بسبب الحظر البريطاني. ولذلك اتصلت معلومات إيطاليا عن عمان على ما كانت تحصل عليه من عملائها غير الدائمين فيها مثل أمبرتو عمر أو عن طريق قنصلها في عدن. أما التركيز الأكبر الإيطالي فقد انصب على زنجبار لتلامس المستعمرات الإيطالية في إفريقيا معها، فقد كانت أملاك السيد سعيد بن سلطان وخلفائه تمتد حتى مقديشو في صومال، وكان آخر والي عماني لزنجبار فيها هو الوالي سليمان بن علي المسعيدي. واسمحوا لي أن أعرفكم بحفيده متوفر اليوم لدينا وموجود، فأرجو لو سمحت أن تقف عسى أن يروك. حفيد آخر والي عثماني لمقديشو، عفوا عماني في مقديشو، وهذا لأنه جده قاوم دخول إيطالي إلى مقديشو وحاربه وسجن وتعرض لكثير من الضغوط، وله تاريخ مشرف في الحقيقة في مقديشو. لذلك إذا قامت إيطاليا بعقد اتفاقيات لتوطيح مناطق نفوذ كلا الطرفين، المقصود الطرف العماني والطرف حكام زنجبار من العمانيين. يضاف إلى ذلك أن المراقبة الإيطالية الحثيثة للتحركات البريطانية في منطقة الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية ل
للتحركات البريطانية في منطقة الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية دفعت الدبلوماسيين الإيطاليين إلى متابعة علاقتها بعمان، يعني علاقة بريطانيا، وتحليل ما يجري فيها وما قد يسببه من آثار على شرق أفريقيا. ولعل أكثر ما كان يقلقهم حركة السلاح في المنطقة، وهذا ما عبروا عنه أكثر من مرة واشتكوا. واستدعى ذلك أن يصدر السلطان فيصل بن تركي إخطارا بتاريخ 17 من أكتوبر في عام 1903، جاء فيه: لقد خولت السفن الحربية البريطانية والإيطالية حق تفتيش السفن المسقطية في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار إذا اشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى الساحل الصومالي. إذا كانت ذريعة إيطاليا للتدخل في الشؤون العمانية أن هناك أسلحة تصل إلى الصومال، ماذا صحة هذا الموضوع في الحقيقة؟ في بعض الأسلحة وصلت ولكن ليس كلها. هذا بشكل عام حول الاهتمام الإيطالي. الآن نحاول أن نتقدم قليلا في الحديث إلى تعريف بهذه الوثائق الإيطالية. هذا هنا مقر الأرشيف في داخل وزارة الخارجية الإيطالية، ويقع في القبو في الأسفل على إحدى هذه الطاولات. أمضيت وقتا لا بأس به في الحقيقة أبحث في الوثائق الإيطالية، وأشكرهم لأنهم كانوا حقيقة يعني ساعد بشكل كبير. المشكلة الرئيسية التي واجهتني أن هذا الأرشيف لم يكن لا يعني مداخل عليه التقنية أبداً، لا يزال ورقيات صفراء بملفات قديمة غبرتها كلها. اضطروا أن يبحثوا لي فترة طبعاً مع أنه عملوا الخبر بالموضوع حتى أخرجوها، وكان طبعاً عملية شاقة جداً البحث في داخلها. ومع ذلك الحمد لله يعني أنه استطعت أن هذه بعض الرموز التي استخدمت في البحث والتي استخدمتها حتى السفارة الوزارة الخارجية الإيطالية. عن طبعاً المسمى الوزارة الخارجية الإيطالية هو المينستيريو دي أفاري إستير. MAE هو المختصر مينستيريو أفاري إستير، يعني وزارة الشؤون الخارجية. بالنسبة لأرشيف وزارة الخارجية أركيفيو ستوريكو مينستيريو إستير، يعني الأرشيف التاريخي ستوريكو للخارجية الإيطالية. الـ ASMAI هي أركيفيو ستوريكو مينستيريو أفريكا إيطاليانا، يعني هي أرشيف التاريخ لوزارة أفريقيا الإيطالية. وزارة أفريقيا تصوروا أن شؤون وزارة خاصة لإفريقيا، لأنهم كل نفوذهم تركز بشكل كبير هنا. نجد أيضا بعض الوثائق سنراها تحت عنوان أفاري بوليتيجي، يعني شؤون الحقيقة هنا خارجية وهي الحقيقة سياسية. بوستا هي بريد، ملفات بريدية موجود فيها وثائق. في عنا أبورتي بوليتيجي أو ريبورتي عفوا بوليتيجي اللي هي التقارير السياسية. في مع بعض الوثائق وجدتها تحت عنوان سلطناتي عربي بالغولفو بيرسيكو، وهي السلطنات العربية في الخليج الفارسي بحسب ما كان دارج استخدامه. نحن طبعا لنا دائما نحفظ على كلمة الخليج الفارسي مع أنها كانت مستخدمة. إذن تقريبا هذه هي المصطلحات. تمثل مثل ما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية اللي هي مينستيريو ديلي أفاري إستيري الجهاز التنفيذي للسياسة الخارجية للحكومة الإيطالية، ويقع مقرها في روما، وكانت تسمى سابقا بأمانة الدولة للشؤون الخارجية لمملكة سردينيا، ثم تحولت إلى اسمها الحالي بموجب القانون الأساسي الألبرتيني. الألبرتيني بالنسبة للملك ألبرتو،
لوضع قانون لتنظيم وزارة الخارجية. ومنذ قيام الوفد الإيطالي وانتقال العاصمة من فلورنس إلى روما، اتخذت الحكومة عام 1871 قصد لكونسولتا مقر لهذه الوزارة، وبقي كذلك حتى عام 1922 حيث انتقل مقر إلى قصر كيجي اعتبارا من عام 1923 حتى عام 1959، وهو العام الذي انتقل فيه إلى مبناها الحالي لفارفزينا اللي رأينا صورته قبل قليل، ولا تزال فيه إلى يومنا هذا. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى تم توسيع مجالات عملها لتتناسب مكانتها العام لتناسب مكانتها العالمية أي لإيطاليا الجديدة، واستمرت بعد ذلك في التطور حتى وصلت إلى ما وصلت عليه اليوم. ويقع الأرشيف الوثائقي لوزارة الخارجية في روما المعروف باسم أرشيف التاريخ الدبلوماسي اللي هي أركيفيو ستوريكو دبلوماتيكو ضمن وحدة التحليلات والبرمجة والوثائق التاريخية الدبلوماسية التي تتضمن أيضا المكتبة ومكتب الدراسات والهيئات الدولية. يضم الأرشيف التاريخي لوزارة الخارجية الإيطالية عددا كبيرا من الوثائق تتنوع مصادرها كالآتي. لدينا الأرشيف القديم يضم كان المصادر الرئيسية تبعه مصادر قبل الاتحاد الإيطالي بالمملكة سردينيا ودوقية توسكانيا الكبيرة، المعاهدات منذ عام 1861، سلسلة البرقيات المتعاقبة منذ عام 1861، سلسلة الأحداث السياسية المتعاقبة منذ عام 1861 إلى عام 1957، أيضا أرشيف الديوان منذ عام 1869 إلى عام 1958، أرشيف السكرتارية العامة منذ عام 1923 إلى 1949، الأرشيف المتعلق بأرشيف البعثات الدبلوماسية والقنصليات، أرشيف المتعلق بالشخصيات، مصادر وزارة الخارجية الإيطالية من 1857 إلى 1954، سلسلة الأحداث الاقتصادية المتعاقبة، أرشيف مؤتمرات السلام اللي انعقد في عام 1919 في باريس إلى عام 1944، ومصادر وزارة التراث الشعبي من عام 1920 إلى 1944. جرى تصنيف أغلب المصادر السابقة جغرافياً وحسب الدول، والقسم الأعظم من التقارير السياسية قسم بحسب الجنسيات إلى 32 بريد بوسطة كما سميناه قبل قليل، من رقم 47 إلى رقم 78 حمل رقم أو مسمى التقارير السرية، والقسم الآخر حوالي 33 بريد يتعلق بطلبات من القطاع الخاص موجهة لوزارة الخارجية. أما بالنسبة لتصنيف الوثائق المتعلقة بعمان في هذا الأرشيف اللي هي أركيفيو ستوريكو منستيرو إستري، فإن أغلبها كان يندرج تحت عنوان سلطنات الخليج الفارسي. ومع ذلك نلاحظ هنا كما هو وارد في لدينا تأتي ضمن ملفات كبيرة هي سلطنات الخليج الفارسي مصنفة حسب العناوين التالية: وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، المكتب رقم 4، الموضوع سلطنات الخليج الفارسي، والمعلومات اللي في أسفل وفي شوكواترو بروجيكتور سلطنات من بولف وبيرتيكو. المكان الثاني للبحث حول عمان سلسلة الشؤون السياسية العربية، أيضا سلطنات الخليج الفارسي، الموقع العربي 1 و2. أما عناوين الملفات الأخرى فهي: لدينا وزارة أفريقيا الإيطالية، المكتب التاريخي أفريقيا اللي هو سميناه منستيريو للأفريكا إيطاليانا، أوفيتشو ستوريكو أيضا، وهذا مختصر في الأسفل. لدينا تحت عنوان سري الوثائق الدبلوماسية السلسلة رقم، حاطين الرقم زنجباع، و أيضا سري الوثائق الدبلوماسية السلسلة كذا، وزنجبار والسودان جمعوا بين الاثنين. وهذه المجلدات الأخيرة المتعلقة بزنجبار عبارة عن 9 مجلدات كبيرة الحجم
الحقيقة فعلا أخذ مساحة كبيرة، والمجلد ضخم في الطول وفي العرض ومليء مليء بالوثائق. وأنصح كل الحقيقة الباحثين الذين يريدون البحث في شؤون زنجبار أن يعودوا إلى هذه الوثائق، لأنها بتمس بشكل كبير الوجود العماني في زنجبار. أيضا هذه تنقسم هذه المجلدات المتعلقة بزنجبار إلى قسمين، أو عفوا قسمين، ثلاث مجلدات تحمل عنوان زنجبار، يعني عمليا متخصصة بزنجبار، وتغطي الفترة من عام 1885 إلى 1894، وهي كالتالي: مجلد عن الفترة من 1885 إلى 1887 وهكذا. أما المجلدات الستة الباقية تحمل عنوان زنجبار والسودان، وهي أيضا مجموعة كما ترونها هنا. كما نجد تصنيفا للوثائق المتعلقة بعمان ضمن منستيرو ديال أفار الإستري تحت عنوان البلدان العربية بيازي عربي، وهي على شكل بريد وسطه مرتب حسب السنوات، ويحمل تقارير عن عدد كبير من الدول العربية بما فيها دول الخليج. والغريب بالأمر الموضوعات التي كانت تثير اهتمامه، يعني على سبيل المثال لفت نظري جدا جدا موضوع الحج. موضوع الحج آخذ عنه حجم غير طبيعي، ومراقبة حثيثة لأعداد الذين خرجوا للحج من شرق أفريقيا، وخرجوا من جنوب الجزيرة العربية، وليوصلوا للسعودية. كم هائل من الوثائق حول هذا الموضوع، وأعتقد أن سبب الاهتمام هذا كان عائد لمراقبته لحركة المسلمين وتحركاتهم ووضعهم تحت المجهر، تخوفاً من أي حركة يقومون بها أو أي وحدة أو أي حالة من المنادى للاستقلال. أيضاً إذا يحمل عدد تقارير كبيرة عن الدول بما في دول الخليج العربي والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وقد خصت السعودية بقسم وافر من تقاريرها، وخاصة ما تعلق منها بتحركات الملك عبد العزيز وأسس الدولة السعودية الثالثة، وتطورات بسط نفوذه داخل الجزيرة العربية وسيطرته على الحجاز عام 1924، إضافة إلى مراقبة حثيثة لموسم الحج وحركة الحجاج، وتتنوع محتويات هذه التقارير بحسب البلدان المرسلة منها. أما الوثائق المتعلقة بعمان فيمكننا التعرف على نماذج من الموضوعات التي تناولتها فيما يأتي، وهي بشكل عام على جانب كبير من الأهمية، كان ما تعلق منها بعمان أم ما تعلق بزنجبار. هذه هنا صور لبعض المجلدات في الحقيقة التي ضمت المجموعة. لدينا من هذه الوثائق مجموعة وثائق تتعلق بأمبرتو عمر، وهذه كانت مهمة جدا لأن أحدثت اللي هو العميل السري. وأفضل الحقيقة أن أقرأ قليلا عن الحوار الذي دار عن محاولات إيطاليا لتعيين أحد الوكلاء فيها، وموقف بريطانيا. قلنا أن بريطانيا هي التي شكلت حظرا على منع دخول أي من الممثلين للدول غيرها، كانت تراقب بشكل حساس. هنا في عام 1907 كشفت إيطاليا عن خطة تقدم تعيين وكيل إيطالي في مسقط لجمع المعلومات عن حركة المرور البحرية، الأمر الذي أثار قلقاً بريطانية كبيرة. وفي يناير عام 1908 كان هذا المقترح الإيطالي قد تطور إلى طلب أن يكون لها وكالة قنصلية رسمية، لكن بريطانيا رفضت هذه الخطة وأبلغت الإيطاليين موقفها عن طريق القنصلية البريطانية، كما طلبت وزارة الخارجية البريطانية تأجيل البحث في كل المقترحات المتعلقة بمسقط إلى حين انعقاد المؤتمر الجديد عام 1908، مقصود فيه مؤتمر روسيا الذي كان عم تابعوا فيه موضوع السلاح. لكن ذلك طبعا في هناك محاولات سبقت هذه المحاولة، وبريطانيا وقفت في وجهها. لكن ذلك لم يمنع إيطاليا من الاستمرار فيما اعتزمت عليه، فقامت في أبريل بتعيين وكيلها الذي تنوي إرساله إلى مسقط.
عندها سارعت بريطانيا إلى التدخل وطلبت بشكل رسمي التعاون من الكافالير فرانشيسكو كريسبي المسؤول عن المستعمرات الملكية الإيطالية، وأرسل كوكاس القنصل البريطاني في مسقط برقية الذي يقول فيها نستعان في إيطاليا مسرة يحاول أن يحول دون تحقيق هذا الغرض. بالبرقية جاء فيها أنه لن يكون مقبولاً. إثارة ردة فعل، فمسقط ليست مجال اهتمام إيطاليا وليس هناك معاهدة تجارية معها. ومما قاله كيف سيقوم بمقدورنا إقناع السلطان مقصود فيصل برفض قبول قناصل من روسيا وألمانيا إذا نصحناه بالموافقة على وكيل إيطالي. إذن في محاولة للحيلولة. ثم حاولت إيطاليا أن بريطانيا أن تقنع إيطاليا لنهاية المؤتمر، فصمتت إيطاليا على أمل أنه ترى النتائج في نهاية المؤتمر. لكن الذي حدث، بريطانيا كانت ذكية جدا في المراوغة، فبقي انتهى المؤتمر على لا شيء يوم. كان مؤتمرا فاشلا، المؤتمر عام 1908. لكن إصرار إيطاليا على وجود مصر لها في عمان جعل كوكاس يقترح عليها أن تقوم بتعيين وكيل محلي من عمان يورد لها المعلومات طبعاً، وأن هذا سيكون كافياً تماماً، وبدوره سيقدم لها المعلومات التي تريدها يومياً حتى نهاية المؤتمر. بعد ما ينتهي من المؤتمر يحل الحلال كما يقال. وأرسل هذا الاقتراح إلى إيطاليا، وفي يونيو طلب السيد إدوارد جيري وزير الخارجية البريطانية شفهياً من الإيطاليين عدم الضغط من أجل تعيين وكيل، وأشار إلى أن معاداة القناصل الإيطاليين والمقصود الروس والألمان سيعقد موقف بريطانيا في الخليج وفي عمان، وقد وافقت إيطاليا على تأجيل طلبها. لم يطل الأمر طبعاً خلال جلسات المؤتمر. بعد ذلك تم التوافق على أن تختار إيطاليا عميلة كان شرط أن يكون سري، وهنا جاء اختيار العميل الإيطالي أمبرتو عمر. نلاحظ التسمية، اسمه غريب، أمبرتو عمر، أي أنه يحمل اسم إيطالي ويحمل اسم عربي. أولاً حتى نعرف سبب هذه التسمية وسبب الاختيار، الحقيقة هذا البحث منشور اللي بمجلة في الجزائر نشر مجلة العلوم الإنسانية. أمبرتو عمر كان من إريتريا، من إحدى القبائل العربية، وهو عربي الأصل. سبب اختياره أنه كان ولد وعاش في فترة يعيش في فترة الوجود الإيطالي ويحمل هذه التسمية وحمل الجنسية الإيطالية. ميزته أنه يتكلم العربية بطلاقة، واللون العربي الأصيل المقتبل العربية. ثانيا يتكلم الإنجليزية بطلاقة، يتكلم الإيطالية بطلاقة، فإذا يؤدي الغرض تماما. أول تعيين جاء بإرساله إلى عدن، حيث عمل فترة بالقنصلية البريطانية، القنصلية الإيطالية هناك، كان يقوم بترجمة التقارير التي كانت تصدر عن السفارة أو البريطانية ويرسلها إلى إيطاليا. ثم بعد ذلك جرى إرساله إلى مسقط، كان ذلك في أواخر عام 1908، وذهب إليها أكثر من مرة، ثم ثبت وضعه في مطلع عام 1909، واستمر هناك سنتان وكانتا مجديتين جدا لإيطاليا والتقارير التي أرسلها. إذن لم يكن اختياره مصادفة، هو من قبائل بني عامر وهي قبائل عربية أصيلة في إريتريا. من خلال مراسلاته العديدة إلى إيطاليا وما كان يكتب عن عمان قدم لنا معلومات مهمة جدا، يمكن أبرزها ما كتبه بعد أن عاد نهائيا إلى إيطاليا، حيث تفرغ لكتابة تقرير كامل. وهذا التقرير ما جاء عنه، جاء بعد إقرار هولندا على أسقف الالتزام السويد أم هولندا إرسال بعثة شرط أن تذهب إلى عمان وأن تدخل إلى داخل عمان، لأنه ما كانت عمان داخلية عمان غير معروفة تماما بالنسبة إليها.
وكان حتى المقرر أن يدرسوا تفاصيل كثيرة جدا بما فيها الأزياء، بما فيها طعام، كل شيء كل شيء كل شيء. هنا أرسلت، جاء تقرير من الوثائق اللي عثرت عليها، جاء تقرير من السفارة الإيطالية في السويد يقول إنه في بعثة تتحقق للذهاب إلى عمان لدراسة كذا وكذا وكذا. تنبهت السفارة الإيطالية، الوزارة الخارجية الإيطالية، أرسلت إلى أمبرتو عمر تطلب فيه إعداد تقرير عن عمان كامل وشامل. هذا التقرير كتبه أمبرتو عمر بعد أن عاد إلى إيطاليا. سبب عودته إلى إيطاليا في الحقيقة أن الحكومة الإيطالية أو وزارة الخارجية الإيطالية لم توافق له على زيادة مرتبه. كان يشكو دائما من نقص في مرتبه، حتى أنه، وهذا موجود في إحدى المراسلات، يرسل ويتحدث، يمكنني أن أشير إلى بعض ما كتبه في إحدى هذه الوثائق اللي هي نوبرت عمر مرسل من عمان. أرسلت هذه الرسالة من أوبرتو عمر في مسقط إلى بيجنتيني نائب القنصل العام للحكومة الإيطالية في عدن بعنوان زيادة الراتب، هكذا عنوانها. السيد نائب القنصل منذ شهر ديسمبر عام 1908 حيث منحتني الوزارة الملكية شرف التكليف في المهمة التي لا أزال أشغلها، فإني أود أن أناقش مع السيد المبجل المدير المركز لشؤون المستعمرات حول كل الرواتب التي تم تحديدها لي. سأتجاوز لنصل إلى موضوع مهم، وهو يقول: وعندما وصلت إلى مسقط سرعان ما أدركت كم هي الحياة غالية هنا. الغنى ليس حديثا في عمان وإنما موجود من قبل. أدركت كم هي الحياة غالية هنا، وخشية من أن يقال، شوف الدبلوماسية تمام، وخشية من أن يقال أني لم أحسن التصرف أو تعرضت للخداع كما يحصل لكل جديد قادم إلى الشرق، أو أن يقال أني أطلقت رأي عابر غير حقيقي، فقد استمريت لمدة 15 شهرا في ضيق مزعج جدا ومحبط، أحيانا أحاول إثبات أني صاحب إرادة جيدة، يعني صابر الرجل على وضعه المالي، واليوم يا صاحب السعادة مدفوع بالحاجة أناشد تعاطف واهتمام معاليكم فقوموا بلفت نظر الوزارة الملكية بعدم كفاية الوضع المادي الذي يتطلب زيادة تسمح لي بحياة أفضل. مسقط الآن نستنتج بعض المعلومات، طبعا غير هذه التقرير، التقرير ذاته لوحده قصة، هو اللي بنيت عليه حقيقة كتاب إن شاء الله الذي سيصدر وترجمته كله كاملة. مسقط كما كنت قد استوعبت وكتبت لمعاليكم في ظروف مختلفة هي بلد محروم من أي مكان للاستحمام أو الراحة. الرجل يبدو أنه ما وجد لا أوتيل ولا وهذول الأجانب المعودين على الرفاهية والمقاهي والجلسات وغيرها. والناس في عدن ومومباي يستطيعون الحصول على ما يريدون بسعر معقول، أما هنا فصعوبة النقل، كان في طرق كنا نعرف هذه الظاهرة، صعوبة النقل وغياب الرقابة التي قد تمنع الجشع الذي أصحاب محلات البيع السلاسة لبعض الهنود. تلاحظوا من ذلك الوقت إشارة أن المتحكم كان أو لعب دور كبير في الاقتصاد العماني، كان الهنود كانوا متحكمين، نعم متحكمين بالأسعار، ولذلك ماذا يقول؟ لازم الكلام يكون حقيقي، إحنا بس لا لا هو حقيقة يعني اليوم ما هذا قال يعني بس ما نعم. الشاهد له إنه الذي أصاب محلات البيع الثلاثة لبعض الهنود الذين سيطروا على السوق، فقد وصلت الأسعار إلى ارتفاعات مبالغة. عموما إن البيوت التجارية وكذلك الحكومات توافقوا بأصول الحكومات الأجنبية على أن تكون رواتب الموظفين المقيمين بمسقط منسجمة مع هذا الغلاء. وعلى سبيل المثال سأذكر في مليدي الرواتب التي يحصل عليها بعض الموظفين الأقل درجة. هنا نستفيد من الحقيقة من هذه الجزئية في مكان من الأجانب الموجودين في عمان وما هي طبيعة عمله والمرتبات التي كانوا يحصلون عليها وغير ذلك، حيث يقول:
هناك ناسخ يعمل في القنصلية البريطانية الهندي من البنغال راتبه 325 روبية شهريا. الثاني ناسخ يعمل في القنصلية البريطانية الهندي من جوبا راتبه 275 روبية شهريا، طبعا يقصد الروبية الهندية. الثالث صف ضابط برتبة سيرجنت تم الحاقه بموقع مراقب التربون في البحرية العسكرية الفرنسية وهو جزائري راتبه 615 لير إيطالي بالشهر. هنا في عندي كان مشكلة في الحقيقة في أثناء عملي، إنه تارة يستخدم الروبية وتارة يستخدم اللير الإيطالي وتارة يستخدم التاليرو اللي كان سائد في ذلك الوقت، فكان في عنا مشكلة في التوفيق بين الأرقام. والكثير من عمال التجارة لا يستلم أي منهم أقل من 250 روبية شهريا، وكلهم منحوا فوق ذلك أماكن للسكن، وليس هذا فحسب، بل لهم تعويض استخدام الخدم يتغير بتغير الدرجة. أترك بعد هذا لمعاليكم تقدير الصعوبة التي يجب تحملها للعيش بمبلغ 180 روبية شهريا. هذا كان نموذج للمراسلات التي قام بها أمبرتو عمر والتي كان يرسلها. المجموعة الثانية، إذا في عنا مجموعة وثائق تتعلق بأمبرتو عمر وقدم معلومات تامة جدا للإيطالة عن حركة السلاح والذخائر التي تمر في الخليج العربي. إحدى هذه الوثائق وثيقة منه أرسلها ابن المصطفى إلى المفوض الإيطالي في عدن بتاريخ 25 نيسان أبريل 1910، وموضوعها انتقال الوكيل السياسي البريطاني أولاند من مصطفى إلى الهند وعلاقته بأمبرتو عمر وكيف كانت بريطانيا تقدم مساعدات سرا، بما أنه ملتزم بأن يكون سري وليس رسمي، فكانوا يقدمون له المساعدة. نعم، أيضا هناك أربعة وثائق إيطالية عن عمال تغطي الفترة من 1899 إلى 1912 وتتناول موضوعات في غاية الأهمية، وهي على التوالي أوضاع مسقط بشكل عام، مستودع الفحم، وكلنا نعرف قضية مستودع الفحم، مشكلة بين فرنسا وبريطانيا، التحكيم الفرنسي في قضية رفع الأعلام، أيضا كان هناك حديث عنها، حركة السلاح، العميل الإيطالي أمبرتو عمر وغيرها من الموضوعات. هناك وثيقة أيضا مرسلة بتاريخ 30 تموز عام 1910 من القنصل الإيطالي في عدن إلى وزير الخارجية الإيطالية في روما، تتحدث عن كسب أمبرتو عمر لمحبة السلطان العماني في مسقط، لأن الطريف بالأمر أن أمبرتو عمر ظل تحجبه بريطانيا وتمنعه حتى إحدى المرات حاول أن يتقرب من السلطان السيد قيصر التركي، لكنه رفض مقابلته. وقال له أنه ليس لك صفة دبلوماسية على أي أساس سأقابله، فقط أن يتراجع، لكن بطريقة ما وبذكاء معقول بالحقيقة فيه يتمتع بذكاء ليس بالقليل، اختياره لم يكن عبث، تمكن من الوصول إلى السيد قيصر التركي وكسب ودهه وكسب صداقته وأصبح يجالسه وأصبح قريبا جدا جدا من كل المواضيع التي كانت تثار، ولذلك كل الموضوعات اللي كتب عنها كانت في غاية الأهمية. أيضا إذا يتحدث عن كسب أمبرتو عمر لمحبة السلطان العماني في مسقط وكذلك القنصل البريطاني في مسقط وغيرهم من رجال مسقط، دخل في كثير اقترب جدا من العمانيين بحكم أنه عربي ودائما يعني الحامية العربية ننسى دائما إلى الطرف الآخر. أن هناك وثيقة موجهة من المدير العام لشؤون المستعمرات إلى وزير الخارجية في روما تشير إلى أن أمبرتو عمر أعد دراسة عن مسقط لن تنتهي بعد، وهي دراسة التي انتهت فيما بعد. هناك مجموعة وثائق مهمة متعلقة بسليمان باشا الباروني المجاهد الليبي الذي احتضنته عمان عام 1924 وحتى عام 1940، وضمنها وثيقتان تتعلقان بعمان، الأولى صدر عن السفارة الإيطالية في بغداد وموجهة إلى وزارة الخارجية في روما وفيها الشرح لطبيعة عمل الباروني في عمان، والحقيقة أن عمان قدمت خطة كبيرة للباروني في وقت الكل لم يكن يستقبل مخاطب بريطانيا.
وهذا دليل على انه عمان كان لها هامش من الاستقلاليه، ما كانت تفوته وكانت تستغل كل ما اتيحت لها الفرصه. الثانيه، الرساله الثانيه موجهه صادره عن وزاره الخارجيه الايطاليه وموجهه الى وزاره المستعمرات الايطاليه، ومن ضمن ما تضمنته سعي ايطاليا لايجاد عملاء لها في عمان لاسباب ذلك. هناك ايضا وثيقه تضمنت شرح الاتفاقيات وقعتها بلدان الخليج العربي، وهذه مهمه جدا، ان شاء الله ساشارك في البحث في المؤتمر القادم، يكون الاسبوع القادم من وراء للهيئه. البحث يتناول موقف ايطاليا من اتفاقيه عام 1891 الذي دار حولها لغط بين انه هل هي حمايه، هل كانت وقعت عمان في حمايه ام كيف كان ما فعلت. ايطاليا كان لها رمي في هذا الموضوع. الحقيقه ايضا هناك وثيقه مرسله للسفاره البريطانيه في روما حول موقف ايطاليا مثل ما انه موقف عام 1991. اما وثائق زنجبار فهي كثيره كما ذكرت، وتحمل عناوين مذكرة سرية، ومن ضمنها تتحدث عن قضايا تتعلق مهمة جدا، يعني خاصة فيما يتعلق بتقاسم الحدود بين العمانيين في زنجبار والمناطق اللي سيطرت عليها، أخذين بعين الاعتبار أن إيطاليا أنشأت مستعمرتها الرئيسية إريتريا عام 1890، وهو بعد أن قامت بضم العديد من المناطق. بنفس التاريخ تقريبا قامت بعد ذلك بفتره بضم مقديشو، وهي الفتره التي دخلت فيها في حرب معها، محاوله لابعاد قدر الامكان اللي هو الوالي العماني سليمان المساعدي الذي حاول ان يوقفه في وجه ايطاليا. ايضا هناك اذا عندنا بعض الوثائق، سأحاول التجاوز كيف الوقت معنا في مجال. أيضا رسالة، مجموعة رسائل متبادلة من وزير الخارجية في روما والقناصل الإيطاليين في زنجبار وعدن عن الأوضاع في زنجبار، ومنها رسالة من وزير الخارجية المؤقت كريسبي الذي إلى القنصل العام الملكي الموجود في مهمة في زنجبار مرسلة من روما بتاريخ 27 يونيو في زرع عام 1888، تتناول النزاع القائم في البرلمان في زنجبار بين الممثل الملكي البريطاني في البرلمان والسلطان الجديد خليفة بن سعيد بين عامي 1888 و 1890. أيضا هناك وثيقة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة الإيطالية والشركة العالمية البريطانية لشرق أفريقيا بخصوص تقاسم احتلال أملاك السيد خليفة بن سعيد سلطان زنجبار التي انتقلت إلى الشركة البريطانية، وهي الأراضي والبلدان الممتدة على الساحل من كسمايو بما فيها كسمايو وشمالا حتى ثغر نهر جوبا. وقد وقع الاتفاق عن الطرف الإيطالي السيد توماسو كاتالوني وممثلا للشركة والمكلف بالخدمة الملك إيطاليا في لندن، والسيد ماكينون ممثلا للشركة العالمية البريطانية الأفريقية. أيضا هناك طبعا التجاوز عن بعض الوثائق، في رسالة أيضا من القنصل الملكي العام في زنجبار إلى وزير الخارجية المؤقت مرسلة من زنجبار بتاريخ 2 نوفمبر عام 1890 تتناول تحركات الأسطول الإنجليزي وعودته إلى زنجبار مع آخر مدمرة بريطانية برئاسة فيرمانتيلي، كما تتحدث عن وضع جنود سلطان زنجبار وخاصة المقيمين في لامو شرق أفريقيا. أخيرا أشير إلى أن هذه نماذج فقط، نماذج من الوثائق المتوفرة التي أمكنني الاطلاع عليها، ويمكن القول أن ما تم الحصول عليه من تلك الوسائل ليس إلا نماذج وعينات من بعض الملفات، وبالتالي فإن كثيرا من الوثائق لم يتم تناولها بعد، لأن غرض هذا البحث كان الكشف عن وجود وثائق إيطالية تتعلق بعمان والخليج العربي وشرق أفريقيا. ثم إن ما توصلت إليه الدراسة حول تلك الوثائق يستدعي استكمال البحث في الملفات والمجموعات الوثائقية الأخرى في وزارة الخارجية الإيطالية، ومن ثم القيام بتصويرها ونقلها إلى عمان
وغيرها من دول الخليج العرب، لأنها ستسهم إلى حد بعيد في تطوير الأبحاث القائمة حول منطقة الخليج والبحر الأحمر وشرق أفريقيا، وتزويدنا بمعلومات قد لا نجدها في غيرها من الوثائق. يضاف إلى ذلك ضرورة الاطلاع على أرشيف مدينة البندقية، وهذه لا أعتقد أنها مهمة سهلة، ولكن طبعاً ركوب الصعاب هي مهمة الباحثين. إذن ضرورة اطلاع أرشيف مدينة البندقية، حيث توجد بعض المراسلات من القناصر الإيطالية في مدينة حلب السورية تتحدث عن وصول شحنات من البن إلى حلب وأغلق الصين أن مصدرها عمان. هذه وثيقة قدرت أقرأ جزئية منها، وأعتقد لابد أن هناك الكثير. السبب الذي دفعني إلى التفكير بأن هناك علاقات لابد أن تكون قوية. البندقية كانت الدولة التجارية الأولى بالبحر، سيدة البحر في التجارة، وعمان أيضا تجارية قديمة جدا، فلابد أن يكون في علاقات. بالنسبة لتجارة البن بشكل رئيسي، في بحث عن أسطول البن أيضا منشور ذكرت فيه أنه العمانيين كان يلعب دور رهيب جدا، بل أعتقد أن من عرفنا في إيطاليا اليوم نذهب إلى كافيترياتا لحتى نشرب القهوة ونجلس سعيدين في هذا، الفضل يعود إلى عمان وإلى العمانيين. السفن العمانية نقلت البن عبر الخليج كميات هائلة، ويكفي أن نعود إلى المصادر حتى العربية التي تتحدث عن احتفال كان يقام في البصرة بشأن ولما يوصل أسطول البن العماني. فكان يقام احتفال كبير جدا جدا، ينزل قسم من هذا البن في البصرة تتابع قوافل النقل برا إلى بغداد، ينزل قسم منه في بغداد تتابع قوافل إلى الموصل، ينزل منه قسم في الموصل تتابع إلى حلب، من حلب تستقبل البعثات الدبلوماسية الأجنبية. على فكرة مدينة حلب كانت من الأهم بشكل كبير جدا، كل دول العالم كان لها ممثليات في مدينة حلب، فكانوا يستقبلون البن ويتم تصديره على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، تحمله السفن عائدة إلى أوروبا. طبعا بالبداية تعرفت عليه الدولة العثمانية، وتعرف الإيطاليون على البن عن طريق اسطنبول حيث كانوا يأتون للتجارة وشاهدوا الناس تشرب هذا المشروب الجديد، فتم نقله إلى روما، وروما كفر من شربه رجال الدين، اعتبروا أنه مشروب خطير ولذلك حاربوه وكفروا من يشربوه، إلى أنه فيما بعد نتيجة الإصرار نجح هذا المشروب. واليوم اللي بيذهب إلى بوستا وإلى شو اسمه الثاني؟ ستاربكس، إن شاء الله، وبيطلب مشروب موكا. هو المخا، هو نسبة إلى مخا، إلى ميناء مخا اليمني اللي كانت عمان تأخذ البن منه وتذهب إليه. هناك العديد من الوثائق، الوقت لا يسمح بالحقيقة الاطلاع عليها. آمل أن أكون قد وضعت ولو صورة مبسطة لهذه الوثائق، وأشكركم على سعة الصبر والاستماع، وأتفتح المجال ل شكرا للدكتورة ناهد على هذه الرحلة التاريخية حول الوثائق الإيطالية المتعلقة بعمان. بخصوص البحث الدكتور المتعلق لاسم أسطول البن وتجارة من عام 1744، يريد الاطلاع على هذا البحث، هو منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، كلية الآداب، الجامعة دكتور. نعم الجامعة هذا موجود اسمه بجنب اتحاد الجامعات العربية مجمعة الجامعات طبعاً في 2012. تحدثت الدكتورة حول تاريخ العلاقات بين عمان
وإيطاليا ومصادر وأماكن وجود الوثائق الأجنبية ونماذج من تلك الوثائق وخاصة المراسلات والبرتو عمر. طبعا الآن سوف نفتح باب الأسئلة في حدود ما يقارب ربع ساعة بالكثير إن شاء الله. محمد أو الدكتور محمد عبد. السلام عليكم دكتور ناهد، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة، وأحيي فيك التميز على اختيار هذا الموضوع. هناك الكثير من الفعاليات التي أقيمت حول العلاقات مثلا بين عمان وفرنسا، بين عمان وبريطانيا أو البرتغال، والاعتماد في هذه الفعاليات على الكثير من الوثائق الموجودة في هذه الأرشيفات. لكن هناك الفئة القليلة التي حاولت نبش الأرشيف الإيطالي وبدرجة أقل أيضاً الأرشيف البلجيكي، إلا أنا متأكد على أن هذه الأرشيفات تحتاج إلى إعادة النظر في مضمونها حول ما يتعلق بعلاقتها بعمان. أنت تحدثت عن شخصية يعني ترتبط بتاريخ العلاقات ما بين عمان وإيطاليا اللي هي ألبرتو عمر. ثلاث تسمية. لكن عندما نتحدث عن تاريخ العلاقات ما بين عمان وإيطاليا، أيضاً لابد أن نتوقف عند شخصية تعتبر الأشهر والأكثر إثارة للجدل في تاريخ العلاقات ما بين الدولتين، وهي شخصية فينزنزو موريزي أو ما يعرف الشيخ منصور، الذي عمل تحت خدمة السيد سعيد بن سلطان تقريبا عام 1809، يقال على أنه كطبيب خاص له. لكن هذه الشخصية كان يشوبها الكثير من الغموض. هل هو كان طبيب؟ هل هو كان قائد عسكري؟ هل هو كان رحالة؟ أم أيضا هل كان جاسوس؟ وغيرها من الأمور التي ترتبط بالغموض حول هذه الشخصية. فالسؤال، هل وجدت من خلال اطلاعك على الوثائق الإيطالية في الأرشيف الإيطالي على ما يشير إلى هذه الشخصية وارتباطها بتاريخ العلاقات ما بين الدولتين؟ أيضاً كنت أتمنى في بداية المحاضرة ولو نبذة موجزة عن بداية العلاقات ما بين عمان وما بين بريطانيا. أشكرك مرة ثانية عمان وإيطاليا. أشكرك مرة ثانية وأيضاً أشكر الزميل ناصر السعدي على إدارته الجيدة لهذه المحاضرة أو لهذه الندوة. شكراً دكتور. شكرا لك على المحاضرة حقيقة. كنا نتمنى إنه في المحاضرة يتم تسليط الضوء على بعض الجوانب الحياة في عمان، لأن الموضوع يبدو طويل، وحاولت إنك يعني تسلط الضوء على أشياء عدة محاور عدة. وشكرا على حفيد البطل أيضا إنه كان موجود عندنا شعلاء يعني موجود. أنا حقيقة بس بدي أقول حضرات هامشية جدا يعني. أنا بس ما أخذ الوقت. بالنسبة للمختصرات، لاحظت إنه حقيقة تطور اللغة أيضا. أنا يعني أتكلم شوي إيطالي، شفت إنه بوستا فكرتها بوستا، فكرت إنه في غلط، لكن يبدو إنه يستخدم كان ظرف مكان البريد. بدل بوستا بوستا يعني هذا، فكرت إنه في غلط لكن حقيقة. لا هي كما وردت. تطور اللغة وكذا استخدامها. صحيح. بالنسبة لل أعتقد إنه الوثيقة الإيطالية الأكبر بالنسبة لي اللي شفتها مؤخراً، اللي هي تصوير فيلم عن مجزرة والبحث الجبار اللي تم. نعم. وحقيقة هذا أعتبر إنه وثيقة نادرة جداً ومهمة. يمكن وسائل الإعلام والإنجليز اللي كانوا موجودين ما حتى أطلعونا على شيء، يمكن شيء مخفي. لكن في إيطاليا مصورة بالطائرة يعني الفيلم يعني. عندي. نعم. جدي. طلعت علي. عملوا في الفيسبوك. أعتبر أنها وثيقة مهمة جدا بالنسبة لهذا. بالنسبة لاسم عمر
كون عربي وكذا، انا عندي اشكاليه حقيقه بالنسبه للاسم، لان الثقافه اللاتينيه متداول هذا الاسم. يعني اعتقد انه رئيس بنما اسمه واحد عمر، مدرس كان عندي ايطالي اسمه كان عمر كالابريزا، والاسم يبدو انه شايع، ففي اشكاليه هل فعلا اصله عربي او هو موجود ام امتداد التاثير العربي في اوروبا. بالنسبه للمراسلات اللي تمت ايضا بين العميل السري أمبرتو عمر، هل كيف تم كانت؟ هل كان في فرصة يعني فكرة عن كيفية انتقال المراسلات خاصة مع وجود يعني وجود إنجليزي قوي في المنطقة والتحكم في البعثات الدبلوماسية ومراقبتها؟ بالنسبة للبندقية طبعا جاي إنك تطرقت لهذا الموضوع، أنا كنت أفتكر إنه بيكون الموضوع حول البندقية أكثر، لأن العلاقات بين البندقية والعرب كانت قديمة ومتأصلة، وإحنا مباشرة نتكلم عن العلاقات بين العرب وإيطاليا نتكلم مباشرة عن البندقية، وكيف إنه حتى التسمية البندقية جاء من نتيجة تجارة السلاح بين البندقية، ويقال إنه أيضا حتى يتم تدريس جزء عن الثقافة العربية في المدارس البندقية وليس في المدارس الإيطالية نتيجة العلاقة القديمة اللي كانت بين البندقية والعالم العربي. موضوع التكفير عذرا شوية بس كثير، موضوع التكفير بالنسبة للقهوة أنا قريت عنها في مجلة إيطالية، ويبدو أنها بين الخيال إنه البابا حرمها، يبدو إنه القصة تتراوح بين الخيال وبين الحقيقة. حتى المجلة اللي ذكرتها قالت إنه يمكن يكون يعني هذه نكتة أو دعابة أو شيء إيران يعني كان حقيقية، لأنه نحن كحتى شيوخ المسلمين كفروا قبلنا. نعم كفروا لحد ما بعدين انتشر. أحسنت رجال. أحسنت تدخل مباشرة في السؤال استغلال للوقت. نعم دكتور سليمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شكرا للنادي الثقافي على تنظيمه لهذه الفعالية القيمة، وأيضا شكر جزيل للدكتورة العزيزة الدكتورة ناهد التي طبعا نهدنا معلمها عندما كنا طلبة جامعة السلطان قابوس، فلها كل الشكر والتقدير. شكرا. طبعا أشكر الدكتور محمد الشعيل لأن أثار النقطة الخاصة بين زين الشيخ منصور كنت أريد أثيرها، لأن هناك حلقة كانت في التاريخ العماني الذي هو يعدها الدكتور محمد كانت عن الرحالة في زنزو، وكنت أنا من ضمن الأشخاص الذين تكلموا عن هذا الموضوع. اللافت للنظر أن هؤلاء العملاء السريين أو اللي كانوا موجودين كانوا يكتبون أصغر شيء حتى كانوا يرسلوه إلى حكوماتهم. فمن ضمن الأشياء التي لفتت انتباهي أنه في زنزو هذا كتب أنه عن السحر في عمان، وذكر بأن على الشخص عندما يأتي لشراء عندما ينزل إلى السوق لشراء حيوان فعليه أن يتأكد هل هذا فعلا حيوان أم أنه ممسوخ. هذا من ضمن الأشياء يعني أشياء قريبة وكل شيء هو عن الأمان. السؤال سؤال يعني أود الإجابة أن أسمع إجابة عن له، وهو ما هي الفترة التي قضاها أمبرتو عمر في عمان؟ شكرا لكم. السلام عليكم. شكرا للدكتور على المحاضرة القيمة، وشكرا على المجهود المتميز اللي دائما تبذليه خاصة في المجال يعني الوثائق الإيطالية. البحث الخاص بالأسطول البن العماني بحث جدا جدا متميز، وأيضا نشكرك على المحاضرة القيمة اللي تنتهي بصورة عن هذا البحث. دكتور في بداية المحاضرة قلت لي كان عندك مشروع كبير، وفقط الجزء الاول اللي تحقق منه طبعا موضوع دراسه وثائق يعني دوله كامله، وفي طبعا وثائق لفترات طويله ليست يعني لعوام معينه محدده تحتاج مجهود كبير جدا يعني، وانت طبعا واضح انك بذلت مجهود شخصي في هذا المجال. يعني الان سؤالي هو هل هناك مشروع مستقبل يعني خطه مستقبليه لاكمال باقي الوثائق الموجوده في ايطاليا، وهل هذا بيستمر يعني عمل فردي ام بيكون عمل يعني مشترك، وهل بيكون في تاهيل ايضا لان قليل من العمانيين اللي يجيبوا اللغه الايطاليه، فهل بيكون في هناك ايضا تاهيل او مشاركه من باحثين عمانيين في مجال دراسه الوثائق الايطاليه؟ شكرا. شكرا لك. دكتور ناصر الذكي.
الشكر لمركز الثقافي، شكر للدكتور ناس جزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا المجهود الطيب في مجال الوثائق الإيطالية اللي طبعا متميزة في مقابل الوثائق المتوفرة الإنجليزية والفرنسية. دكتورة بالنسبة للوثائق هذه، هل هي متوفرة إلكترونيا أو في مواقع إلكترونية ممكن الحصول عليها؟ سؤال أيضا حول ما وجدتي من وثائق، هل وجدت وثائق تتعلق بمشكلة مصادرة السفن العمانية في إيطاليا في فترة الاحتلال الإيطالي؟ السفن العمانية في الصومال، فترة الاحتلال الإيطالي في الصومال، مصادرة السفن أو توقيفها بسبب تجارة السلاح. أيضاً أبحاثك القيمة المنشورة منها كيف يمكن الحصول عليها إن شاء الله؟ جزاك الله خير. شكراً الحين بناقش. شكراً دكتورة. بناقش فرصة للدكتورة تجاوب على هذه الأسئلة ثم دفعة أخرى من الأسئلة. تفضل دكتور. ما في شك إنه الأسئلة جميلة جداً بالحقيقة، ونبدأ بداية بالدكتور محمد. سؤالك عن ميزو صحيح، لكن لم أجد أي شيء في الوثائق عنه، وأنا ذكرت أني لم أطلع على كل الوثائق، لما أخذت مجرد عينات، وعينات ليست قليلة، لأنه مثل ما ذكرت إلى الآن أنتجت 5 بحوث وفي كتاب في طريقه إن شاء الله إلى الصدور، لكن قضية أنه كان جاسوس أم كان طبيب أم كان، أقول لك صدقاً لم يدخل طبيب إلى منطقتنا العربية إلا وكان جاسوساً، هذه خلافاً، ولدي الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك. والأسوأ من هذا الأمر أنه أحياناً كانوا يرسلوا نساء أو يأتي هو وزوجته، فالزوجة يتاح لها الدخول إلى مجالس النساء كونها امرأة، فكاتبين تقارير وأشياء غريبة عجيبة، حتى الحمامات لم يتركوها. فإذا لا تصدق أن هناك طبيبا جاء أخلاقيا بأنهم يريدون مداواتنا، هذا لم يكن أبدا، كلهم جواسيس وكل التقارير، وبعضهم نعم حمل الصفتين رحالة وطبيب وجاسوس طبعا، لكن هل تفيدنا كتابات؟ نعم، لأنه في بعض الكتب يرفعوا كتقارير بالتفصيل لم نجدها في مصادرنا العربية، فكان بالمقارنة بين الوثائق ممكن أن نستفيد. فلذلك أعود فأقول أنه لا يزال أمامنا الكثير في الوثائق الإيطالية لنطلع عليه، إن شاء الله بنشوف أكثر نتعمق أكثر. بالنسبة لي من بعد بالنسبة للمختصرات نعم جاوب حضرتك، لأن هذا بالضبط الوارد عمليا. بالنسبة إلى مذبحة الجبار أيضا ذكرت هذا حقيقة وموثقة، والصور بالحفرة لآلاف من العمانيين جريمة الحقيقة، جريمة العصر كانت، لأنه النعرات اللي أثاروها بين العرب وبين القبائل الأفريقية كان الغرض منا أن يصلوا إلى هذه النتيجة، طرد العرب من هنا ودفعوا إلى الخروج للهيمنة والنفوذ. بالنسبة لأمبرتو عمر، هل هو أصله عربي؟ وذكرت حضرتك أنه في حتى أستاذك كان له تسمية مماثلة. نعم طبعاً هو يلفظ أمبرتو عمر. أمبرتو عمر هذا صاحبنا؟ نعم، عربي أصيل من بني عامر، وهذا الشيء موثق حتى في الكتب البريطانية، ويمكنني بنهاية المحاضرة أن أحيلك إلى كتاب من تعود له في حديث عن أصله، لأنه هذا نفس الكتاب اللي ينقل لنا المباحثات اللي صارت بين إيطاليا وبين بريطانيا حول تعيين وكيل إلى في عمان.
آخر شيء لما بيستقروا على أمبرتو عمر ففي تعريف لشخصية أمبرتو عمر. فإذا هو عربي أصيل ولم يجري اغتياله. بعدين إن لا يمكن أن يكون أجنبي لأنه كان يتكلم العربية على أصولها تمام، حتى أن الرومانيين ما كانوا يفرقوا، كانوا يعتبروا منه نفير يعني طبعا عربي أصيل من القبائل العربية وهو من بني عامر. وهذا الحقيقة دأب الاستعمار، يأخذ مننا ويؤذينا من أنفسنا، هذه الكارثة. يعني كيفية نقل المراسلات، كثير من المراسلات كانت تتم عن طريق عدن، يعني أمبرتو عمر يمررها عن طريق القنصلية الإيطالية في عدن والقنصلية الإيطالية تحولها إلى يعني رسالة يتم بشكل عادي بحري. لا لا لا، يطلع إما هو يطلع بزيارات لأنه أصلاً كان يذهب ويعود باستمرار إلى عدن لأنه عمل في عدن فترة، أو إنه يبعثها مع أشخاص معينين رايحين لعدن كهذا ويمرر هو للقنصلية الإيطالية. حول أرشيف البندقية أنا معك وأنا أشرت إلى هذا الموضوع، أشرت إنه بالقرن السادس عشر فيه طرحت على جزء منه، لكن أصدقك القول معجزة ونتفهم، لأنه أولاً مكتوب بالخط الموصول، ثانياً مصطلحات تطورت بشكل كبير جداً، كما ذكرت أنه حتى أمين مكتبة الأرشيف تبع البندقية قال لي سنيارة يعني شو عمل اشتغلي بهالمعنى، هذا يعني ديفيجر صعب صعب ما في مجال. قال لي أنا قعدت وتعبت كتير كتير لحتى أني أقدر أقرأ شوي. قال لي بس زوجتي متخصصة باللغة الإيطالية القديمة ممكن تساعدك إذا أردتي، ووقت زوجته كانت معارة لجهة معينة وهذا. فالمهم أنه ما استطعت العمل فيها، أقول الحق يعني لأنه بعيدة جدا عن اللغة اللي ذكرناها. حول قضية التكفير أشرت لك أنه حتى شيوخنا المسلمين كفروا من شرب القهوة وحاربوها محاربة شديدة. والطريف في الأمر أنه بعد فترة من الزمن تأتينا الوثائق لتقول لنا أنه الحجاج كانوا ينزلون إلى سواحل جدة قبل أن يدخلوا، وهناك حيث انتشرت المقاهي وكانت القهوة توزع وإلى آخره. فرضت نفسها، فرضت نفسها. والأطرف من ذلك أنه يحرموها الشيوخ كان قد اكتشفها رجل دين، رجل دين كان يقيم في أحد الجبال في اليمن وكان عنده غنم يرعاها، لاحظ أنه لما بيأخذه لمنطقة معينة وعم ماعز والماعز يأكل من الأشجار، فأنه لما بيأكل من الشجر عم يرجع نشئ ونط وكذا وبيعصبه للضد حتى، فخطر له لوجل آخذ يعني نجرب لأنه مش عم بيأكله. فذهب إلى هناك وجمع بعض الأوراق وجاء وغلاها. هو كان عنده خطة أنه إذا شرب منه ممكن انه يكون نشيط بالليل حتى يقوم بالعباده. وفعلا هذا اللي حصل، غلاها، غلى الاوراق. وطبعا هو القن هذا ما يعني ما بيعترف فيه، هي القشور، غلاها وشربها ليل تم نام طول الليل لانه ضل يشرب لحد ما صحى للفجر، فصلى وانبسط. بعد ذلك بدا مريدي يعودون عليها، لكن بعد ذلك لما بدا التعم بدأت محاربتها من بعض رجال الدين، وللأسف البعض منهم يعني أي شيء في فيلم اسمه تشوكليت ما بعرف إذا حتى ممكن شافوا، وحدة تصنع الشوكولا في إحدى المدن الفرنسية حاربوها حرب شعواء. ليه؟ الإنسان بتلزز فيها فحرام، رجل الدين حاربها حرب شعواء. فأعود للقول إذا قضية التكفير موجودة وهون عندنا شاهد على ذلك، يعني نطلع على بعض الوسائل. التي قضاها في عمان بالنسبة لأمبرتو عمر رسمية جلوسه ومكوسه بشكل دائم من أول 1908 إلى نهاية 1912. هذه الفكرة أنه بعام 1912 مكث في وزارة الخارجية الإيطالية حيث كتب التقرير الكامل عن فترة لا بأس في يوم كاتب أشياء لا يعقل أن تكون إنسان بسيط أبدا، يعني داخل في تفاصيل التفاصيل بالرواتب بعدد الجنود العمانيين
كيف بياكلوا، وشو الامراض المنتشره، شو اسباب انتشارها بالذكاء، وانه ما احيانا بيمر على الحدث مرور الكرام يعلله ويناقشه ويحلله. بالنسبه للاستاذ خالد سال لماذا لم يتم اكمال الموضوع وهل هناك خطه؟ لم يتم اكمال الموضوع الحقيقه، قضيه لسه في الجامعه يعني بعد هناك الموضوع. ربما يصير في إلى متابعة. هل هناك مشاركة؟ يعني إذا كان في بالإمكان مشاركة عملية، أنا أعتقد إنه لازم إنه ويجب على العمانيين إنه يتقنوا مختلف اللغات، يعني مو فقط البريطانية اللي دخلت فينا كالسوسة. يعني كل شيء بدنا نربط على في عندنا الآن في مصادر، لازم البرتغالية نتعلمها، البلجيكية مثل ما ذكر هنا، الإيطالية. فإذا الآن في توجه، أعتقد إنه في طالبة أعتقد سترسل إلى إيطاليا لدراسة اللغة الإيطالية وبداية إيطاليا في البحث. فالباب مفتوح، أعود فأقول إنه العلم ليس له حدود والأبواب مشرعة لمن أراد أن يبذل مجهودا في هذا المجال. سؤال أيضا كان من الدكتور ناصر، هل الوثائق متوفرة إلكترونيا؟ للأسف أنا وقت اللي اشتغلت كانت معظمها يدوية، بدي أقعد أجلس هناك محل ما عرضت الأرشيف، ما كان الأرشيف، واشتغلت فيها بليل. ولكن هذا الكلام مضى عليه حوالي 4 سنوات تقريبا. أثناء وجودي هناك وجدت طلبة مفرزين من الجامعة يقومون بتصوير ملفات كثيرة، ولما سألت عن الموضوع وتقصيت قال بدأنا نحفظها مصورة. فاحتمال هلأ يكون جزء لا بأس فيه تم أشرته على أساس التصوير. هذا أيضا موضوع يحتاج إلى بحث آخر. هل وجدت وثائق حول السفن العمانية وتوقيفها أو شيء من هذا القبيل؟ الحقيقة في إشارات لحركة السفن هناك، وفي إشارات إلى توقيف بعض هذه السفن من الإيطاليين. أيضاً هذه الوثائق يجب العمل عليها، لأنه أنا لم أعمل على كل الوثائق، كان في عندي مجموعة أبحاث طلعتها من قضية السفن لم أعمل بها بعد. بالنسبة لأبحاثي موجودة متوفرة، أنت ما حبيت في بعض معظمها تقريباً دخل ممكن تبحث عن الإلكترونية معظمها يعني، ومهمة جدا يعني. مثلا مجلة العلوم الإنسانية تبعت اللي صدرت في الجزائر عن أمبرتو عمر فيها كثير من الوثائق الإيطالية، وفيها كثير من الموضوعات اللي تتحدث عن حتى عمان وعلاقته وأخذ وعطاء معه. حتى في بحثي عن سليمان البالوني كله بالوثائق الإيطالية، ويتحدث عن عمان ويتحدث عن قضية مهمة جدا جدا، انتشار مرض الكوليرا اللي كان منتشر في عمان بشكل كبير جدا، واللي عانى منه سليمان البالوني. ايضا في حديث عن موقف الامام الخليلي وترحيبه بسليمان البالوني، والدور اللي لعبه سليمان البالوني في وقف محاولات، هي نرجع لموضوع الاطباء الجواسيس، البعثة الطبية اللي دخلت إلى الداخل على أساس إنه تراقب وتساعد في الحالة الطبية، وحاولت أن تنشئ مدرسة وإذ بها. وهذا نقل البارومي حتى في كتابه، يقول إنه كانوا يساوموا على الدواء للمريض في مقابل أن يأخذ الإنجيل وإنه يقرأ وراءه أو إنه يطلع عليه على الدواء يساومون. فيعني في حقيقة قضايا كثيرة جدا. هل من مزيد؟ بناخذ تقريبا كم سؤال لكن نريد ان بسرعه. هذا كلمتين تفضل بسرعه. السؤال مباشره. مساء الخير. انا كل فقره انا طالب الدكتور هاني في قسم التاريخ في الجامعه. سؤالي عندما تم الاشاره الى عمان في هذه الوثائق، على اي مسمى تم الاشاره؟ ما هو المسمى الرسمي لهذا الاقليم العماني؟ هل سلطنه مسقط؟ هل سلطنه مسقط وعمان؟ سلطنه. السؤال الثاني هو يعني هل تم الاشاره لشخصيه السلطان المكتوب فيصل؟ نعم بالتفصيل، خاصة لما تحدث أمبرتو عمر عن تقربه من السلطان فيصل، و
وحتى الموقف بريطانيا منه كيف منعته بالأول ووبخته إنه أنت عم يسلي كيف تجرأ تحاول تقابل السلطان فيصل، لكن بذكائه لأمرت عمر فيما بعد تجاوز هذه المشكلة واستطاع أن يتقرب بالسلطان فيصل. دكتور يمكن سؤال أكمل فيها سؤال تفضل. شكرا لك على هذه المحاضرة التي هي أول مرة يمكن نحن كعمانيين نسمع من هناك علاقات عمانية إيطالية خاصة في إطار التسارشر. دكتور أنت ذكرت بأن هناك تقرير مفصل أكبر أمبيرتو عمر، وأنا كنت أتمنى فعلا أن نستمع ل يعني بعض أجزاء هذا التقرير لأنه كنت بخيلة بصراحة في هذا الموضوع، فأنا أتمنى فعلا أن نسمع يعني جزء أو ما قاله على الأقل من الناحية السياسية. يعني نحن الآن عرفنا يمكن إسقاط للوضع الاقتصادي في عمان والغلاء في مسقط وما شابه، هو الاحتكار طبعا التجار الذي كان عارف، ولكن نحن يعني أيضا كمستمعين لك وكمطلعين أيضا في بعض الأمور في هكذا تاريخ نريد أن أيضا نعرف كيف كانوا يتحدثون عن الأوضاع السياسية في عمان. نعم. هو تحدث الزميل عن يعني ماذا قالوا عن السيد عن السلطان فيصل، أنا أريد أقول ماذا كانوا يتحدثون كيف كانت السياسة في عمان في دار، وهذا التقرير مفصل أتمنى إذا كان لديك هنا يعني بعض النصوص أن تقرأيها علينا. لن أحرق كتابي. لن أحرق كتابي، الموضوع جدي كليا وتفصيل شديد جدا، إن شاء الله عندما يصبح بين أيديكم هتشوف تفصيلات كبيرة جدا من الناحية السياسية، من الناحية الجغرافية، من الناحية الاجتماعية، الأمراض، العملات، التجارة، أنواع الأشياء المتاجر فيها، داخل حتى في أنواع التمور، داخل حتى في سعره، داخل حتى في سعر البيضة الواحدة في عمان، يعني شيء للغاية. أنا أقرأ كنت فيه وأنا في غاية الشوق، يعني إن شاء الله يكون بين إيديكم إن شاء الله اعذرني لا أريد أن أحرقه. على كل أشكركم على حضوركم الكريم وسعة صدركم، وأمل أن أكون قد أعطيت ولو لمحة بسيطة عن هذه الوثائق. وشكرا للدكتورة ناهد، وعلى أمل أن يكون لقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا للدكتورة الكريم.